دونك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دونك شفنا الجزء الأول من الطرز، دابا غادي نصحو شي مريض تطبيقي اللي خليتو لكم، قلت لكم خدموه عشان نديرو ليه لا كوريكسيون فورم. دونك نعاودو نشرحو علاش ندوزو لا كوريكسيون. دونك انطلقت حافلة نقل مدرسي ببطء متجهة إلى مدرسة، السائق وخالد جالسان في مقعديهما بينما مريم تسير في الممر نحو الجزء الخلفي من الحافلة على الرصيف. دونك على الرصيف يودع محمد ركاب الحافلة. دونك عندنا وصل من الحافلة السائق وخالد، كل واحد يعني جالس في المقعد ديالو. مريم تتحرك وصل من الحافلة يعني تتجه نحو الجزء الخلفي، ومحمد خارج الحافلة يعني على الرصيف يودع ركاب الحافلة. دونك قلنا باش نقول أن جسم في حالة حركة أو سكون خاصني ضروري نحدد جسم مرجعي، ومن نحدد الجسم المرجعي نقول نشوف المسافة أو الموضع ما بين داك الجسم والجسم المرجعي، واش تتغير ولا ما تتغيرش. دونك نبداو محمد بالنسبة لهيكل الحافلة. دونك محمد بالنسبة لهيكل الحافلة، دونك المسافة بين محمد وهيكل الحافلة غتتحرك، بما أن الحافلة تتحرك نحو الأمام يعني محمد واقف. إذا الحافلة تتحرك دونك المسافة بيناتهم تتزاد، إذا غنقولو أنه فاش في حركة. بالنسبة لمحمد، محمد راهو نفسه في سكون، محمد وخالد. دونك خالد بما أنه في الحافلة والحافلة تتحرك إذا في حركة. بالنسبة لمحمد ومريم حتى هو في حركة لأن الحافلة تتحرك. السائق بالنسبة لهيكل الحافلة، دونك الحافلة راه بالنسبة للسائق المسافة بيناتهم متتغيرش إذا في سكون. السائق بالنسبة لمحمد في حركة لأن المسافة بيناتهم تتغير. السائق بالنسبة لخالد في سكون لأن السائق وخالد كل واحد مريح في المكان ديالو، المسافة بيناتهم ما تتغيرش. السائق ومريم في حركة لأن السائق مريح، بحال مثلا انت مشيت طلع للطوبيس تخلص ورقة وتتم غادي راجع لور، إذا تتلاحظ أن المسافة بينكم ما بين الشيفور ولا ما بين داك السائق هذا وتتزال، إذا راك في حركة. خالد بالنسبة لهيكل الحافلة في سكون، خالد بالنسبة لمحمد في حركة، بالنسبة له نفسه راه في سكون، بالنسبة لمريم في حركة لأن بحال أنت دزتي من حدا شي واحد مريح وأنت غادي راجع الله، إذا في حركة. مريم بالنسبة لهيكل الحافلة في حركة، مريم بالنسبة لمحمد في حركة، بالنسبة لخالد كذلك في حركة، وبالنسبة لنفسها في سكون. دونك عجلة الحافلة بالنسبة لهيكل الحافلة، دونك لاحظ هنايا واخا المسافة لمشينا بالكلمة ديال المسافة أنها راه المسافة ما تتغيرش، ولكن الموضع تيتغير لأن الحافلة تبان لنا العجلة ديال الحافلة تدور، إذا راها في حركة. العجلة بالنسبة لمحمد تاهي أو تاني في حركة، بالنسبة لخالد في حركة، وبالنسبة لمريم في حركة. متنو غندوزو البارتي التانية ديال الدرس، يعني الجزء التاني ديال الدرس. دونك غنشوفو أنواع الحركة. دونك أنواع الحركة، دونك غادي عندنا جوج الأنواع، غنبداو بحركة إزاحة. دونك غنشوفو أشنو تتعني حركة إزاحة. شوفو واحد الشريط فيديو، دونك تلاحظوا هنايا واحد المثلث مني تنديبلاسي يعني تنحركو تيدير حركة إزاحة. تلاحظوا أن هذيك القطعة يعني ديك المتجهة أبي تلاحظ أنها تبقى تحافظ على نفس الخصائص ديالها. هذا مثال ديال حركة إزاحة، يعني الا لاحظنا ان هذه النقطه وهذه النقطه، لاحظنا انهم يعني خدينا هذه النقطه هذه ومثلنا واحد المتجهه من هذه النقطه لهذه النقطه، غنلاحظوا ديما ان هذيك النقطه عندها نفس الخصائص، بحال هنا بحال هنا دوك تيبقاو عندها نفس الخصائص. عاود نشوفوا الفيديو، نفس الشيء كذلك في مقصوره العاب. دوك لخدينا مقصوره واحده وخدينا فيها جوج النقاط، غنلاحظو الشيء غنلاحظو بأن هادوك جوج نقاط اللي جمعنا ليهم جمعنا المسار ديالهم تيعطونا مسار دائري، ولكن ديما إزاحة لأن هادوك النقاط تيحافظو على الخصائص ديالهم، دوك هادي تسمى إزاحة دائرية. دوك نرجعو لهنايا، رجعو لهنا. دوك كيما تلاحظو هنا واحد الجسم، دونك الا خدينا واحد القطعه او المتجهه ابي، هذا الجسم في واحد اللحظه كان هنا، في واحد اللحظه ديدو غيولي هنا، في واحد اللحظه ديكاد غيولي هنا، ولكن لاحظوا ديما المتجهه ابي تيبقاو عندها نفس الخواص ديالها نفس المميزات ديالها،
نفس الاتجاه نفس المنحى نفس الطول. ولا جمعنا النقاط A مع A1 مع A2 مع A3 لقيناها مستقيم تتسمى إزاحة مستقيمية. كذلك من نجمعو نلقاو شكل مستقيم تسمى إزاحة مستقيمية. دونك المتجهة AB ها هي تبقى متوازية مع بعضها البعض أثناء الحركة، بحيث لها نفس الاتجاه نفس المنحى ونفس نفس الاتجاه ونفس المنحى ونفس الاتجاه دونك هنايا نفس الاتجاه ونفس المنحى معاودة ونفس المنظم أي نفس الطول. دونك عندنا نفس الاتجاه نفس المنحى ونفس الطول أو المنظم. دونك هنايا كاستنتاج خلال حركة إزاحة تحتفظ جميع القطع المستقيمة المنتمية لجسم بنفس الطول ونفس المنحى ونفس الاتجاه، أي تبقى متوازية فيما بينها خلال الحركة. راه ماشي غير بالضبط ناخدو يعني هاد القطع أبي، فحال ناخدو هنا واحد المثال. مثلا خدو مثلا واحد القطعة أخرى هنايا، ناخدو لون مغاير. خدينا مثلا واحد القطعة هنايا، واحد المتجه هنايا، دونك ديما غنلقاو عندها نفس الخصائص، ديما نفس الخصائص، يعني جميع القطع المستقيمة التي تنتمي إلى هذا الجسم، ماشي غير بالضبط هذه. خدها كي نقدر ناخدها هكذا واقفة، دونك نقدر ناخدها كيما بغيت، ديما غنلقى عندها نفس الخصائص. دونك نرجعو فين كنا. دونك حركة إزاحة مستقيمية، حركة إزاحة مستقيمية قلنا هي اللي شدينا هاد النقط اللي تيكون فيها إزاحة وجمعناهم عطاونا مستقيم، غنقولو أن إزاحة مستقيمة بحال حركة المصعد مثلا أو هاد الحركة ديال هاد الجسم. حركة إزاحة دائرية بحال اللي شفنا في الفيديو حركة مقصورة الألعاب، يعني نعاود نشوفو داك الفيديو باش تبان لينا مزيان. نبداو حركة إزاحة مستقيمية. دونك حركة إزاحة مستقيمية هي هاد، لاحظوا دوك النقط مني غنجمعوهم غيعطونا مستقيم، دونك شي عطاونا مستقيم، دوك هنا تتسمى حركة إزاحة مستقيمية. هذه حركة إزاحة كي دايرة، لاحظنا أن هنايا ماشي دائرية وماشي مستقيمية، دوك النقط مني جمعناهم عطاونا واحد الشكل منحني، دوك حركة إزاحة منحنية هنايا نسموها حركة إزاحة منحنية. لاحظوا هنايا مقصورة الألعاب، لاحظوا مني غنجمعو غنلقاو أنها على شكل، واخا نشوفو هنايا لانيماسيون هاهي، لاحظوا هنايا هاد البوان مع هاد البوان ديما ماشي نجمعهمش يعطونا دائرة، هنايا دائرة، دونك حركة إزاحة دائرية، حركة إزاحة دائرية. دونك هادو هما الأنواع اللي كاينين، حركة إزاحة دائرية وحركة إزاحة مستقيمية وحركة إزاحة منحنية، حركات متزحلقة على الجليد أو اللي كنا شفنا في الفيديو. دونك طبيعة الحال هنايا هاد الحركة أو بصفة عامة يعني حركة يعني نوع الحركة يتعلق بطبيعة المصدر. غنشوفو واحد الفيديو باش نبينو هنايا هاد الفيديو. دونك هنايا غناخدو جوج، غناخدو واحد النقطة على العجلة، هاهي نقطة فوق العجلة، ركزوا على ديك النقطة شوفوها كيفاش غتبان لينا، هي نقطة فوق العجلة. وغناخدو نقطة في محور الدوران، غناخدو واحد النقطة في محور الدوران، محور الدوران. دونك غنلاحظو هاد العجلة مني غتحرك، يعني هاد الدراجة الهوائية. دونك هنايا ملاحظ في ماذا؟ في سكون، مثلا ما تيتحرك ما والو. دونك غنشوفو كيفاش غتبان ليه الحركة ديال النقطة اللي كاينة على العجلة، هاد النقطة الحمراء والنقطة الزرقاء اللي كاينة في المحور ديال الدوران. دونك غنلاحظو غيعطيونا جوج المسارات، غنركزو عليهم، مسار بالأزرق ومسار بالأحمر. دونك هنايا مني غتحرك الدراجة ديالنا، لاحظتو أن داك الشخص غيبانو ليه جوج، بالنسبة لركز على النقطة اللي كاينة على محور الدوران غتبان لي أنها على شكل مستقيم، ولا ركز على النقطة اللي كاينة على العجلة غتبان لي أن الحركة ديالك كديرة منحنية، الحركة ديالك كديرة منحنية. حنا ما جدناش المشكل هنا، نركزو غير على هذه ديال منحنية. دابا غنلاحظو إلا بدلنا، إلا بدلنا هذاك الملاحظ
واش غادي نلاحظوا غنلقاو نفس المسار ولا ماشي نفس المسار. دابا غناخدو واحد الشخص فوق الدراجة، يعني غيكون هو سايق ديك الدراجة الهوائية بطبيعة الحال، وغنشوفو دابا كيفاش غيشوف هذيك النقطة اللي فوق العجلة، لأن طبيعة الحال النقطة اللي كاينة في المحور ما غتبانش ليه، دونك غتبان ليه فقط النقطة، تبان ليه ثابتة فقط، تبان ليه النقطة اللي كاينة فوق العجلة. دونك هنا الشيء كيفاش لاحظ، لاحظ أنه شاف حركة إزاحة دورانية، حركة إزاحة دورانية. الأول كنا شفنا حركة إزاحة منحنية، دابا هنا تتبان لي حركة إزاحة دورانية. دونك ملي غيرنا هذاك الجسم المرجعي تغير لينا المسار. دولي كنا قلنا في الأول غنشوف الفيديو ديالها. دابا إلا خدينا في هاد اللحظة الجسم المرجعي هو القطار، يعني واحد الشخص مريح ده، هاد الشخص ده في القطار، طبيعة الحال كيفاش غتبان لي هاد الكرة؟ تبان لي أن عندها حركة، عندها واحد المسار مستقيم، عندها مسار مستقيم يعني إزاحة مستقيمية. مزيان يعني. دابا إلا كان واحد الشخص خارج من القطار، يعني كاين بحال مثلا الجسم المرجعي هنا ولا هو الأرض، يعني شخص خارج على القطار، شغل تبان لي ديك الكرة تتحرك، تتحرك بإزاحة منحنية، شغل تبان لي حركة إزاحة منحنية. دونك هنا طبيعة الحال أن حركة الإزاحة تتأثر بطبيعة المسار، أي تغيير الجسم المرجعي، طبيعة الحال طبيعة المسار، لأن طبيعة المسار قلنا تتعلق بالجسم المرجعي، إذا تغير الجسم المرجعي تتعلق تتغير المسار، إذا حركة الإزاحة تتعلق بطبيعة المسار. دونك حركة تانية اللي هي حركة دوران، دونك شفنا حركة إزاحة، دابا غنشوفو حركة دوران. حركة دوران سهلة، ما صعيباش. دونك حركة الدوران خاص فقط أن ذاك الجسم جميع النقط ديالو كما تلاحظوا هنا أنها تدير حركة دورانية. ممكن نلاحظوا أن الجسم هذا النقط ديالو تدير واحد الحركة دورانية حول واحد المحور ثابت، واحد المحور ثابت اللي تسمى بمحور الدوران، بحيث هذيك النقط اللي تتكون في شمال محور الدوران تتكون ثابتة، بحال مثلا عقارب الساعة، بحال مثلا العجله ديال دراجه هوائيه اللي بقينا ندورو فيها، غير بين داك المحور الدوران ديالها ثابت. دونك يكون الجسم في حركه دوران اذا كان جميع نقاط الجسم تتحرك وفق مسارات دائريه تنتمي مراكزها لنفس المستقيم ويسمى محور الدوران، وتبقى النقاط المنتميه لمحور الدوران ثابته اي ساكنه. دونك هاد التمرين التطبيقي طبيعه الحال غديروه هنا، يحدد نوع حركة بالنسبة للأجسام التالية، يعني مقبض الباب، مصعد، عقارب الساعة، ومقصورة الألعاب. هتحدد نوع الحركة ديالي، يعني واش حركة إزاحة ولا حركة دوران.